بخصوص التجريم طبعا اخي الاستاذ عبد الحق يعني قال لي الحكايه دي مرتين قبل كده، قلت له يا اخي انا التكريم ده اذا ما كانش فيه عمل هعمله انا مش بحبزه الصراحه، انه من المفهوم مسبقا انتم اهل كرم وهت يعني هتقوموا بالواجب وزياده زي ما بنقول احنا العرب يعني، وهنبسط والتكريم على راسي من فوق، بس بدون عمل انا مش ببقاش مقتنع بيه. قال خلاص نعمل لك عمل، تعمل ماستر كلاس يعني او حاجه يعني زي ندوه، في دارسين سينما عايزين هيسالوا اسئله. قلت له ايوه كده اجي. فالحمد لله جيت وانا مبسوط جدا جدا جدا، طبعا انبسطت بالتكريم والصعود على خشبه المسرح والجمهور العظيم اللي كان موجود. ان شاء الله لو قدر ليا ان انا اقابلك بعد كده فانا هبقى عارف ان انا قابلتك، بس فين مش هبقى متذكر يعني المكان ايه، بس الشخص اذكره. فانا كل اللي بيديني طاقه يعني مقابله الوجوه الكريمه زي حضرتك كده او الناس اللي في الشارع او في الاوتيل اللي انا ساكن فيه، هي دي احلى حاجه في المغرب ناسها. انا باللهجه المغربيه امال همثل بايه؟ باللهجه المصريه لازم اعمل كده، اتمرن لازم، دي ليها تدريبات يعني. ما انتوا عندكم هنا اصلا هتلاقي اللهجه في الشمال غير الجنوب غير مش كده؟ لا انا ما اعرفش مين اللي انتقد المشهد او قالوا عليه ايه، ولكن احنا عندنا بشكل عام صناعة المشاهد دي في السينما بيحكموا عليها أخلاقيا، وده من وجهة نظري شيء خطأ جدا جدا جدا، زي يشوفوا اتنين في مشهد جنسي فيتهموهم بالزنا، ده أنا أرفضه وضده، لأنه هو بيعمل إيه؟ هو بيسقط الخيال على الواقع في مغالطة صريحة. فاللي يقول لي ازاي يعني اقول له انت بتعمل مغالطه، والا روح بقى موت جدتك اللي حكيت لك حكايه علي بابا والاربعين هرم. انا بحكي لك حكايه عايز تسمعها اسمعها، مش عايز تسمعها ما تسمعهاش، لكن ما تحكمش عليها حكم اخلاقي عشان ده غلط. اكلم الجمهور المغربي يعني ان شاء الله لو ربنا مد في عمري وجالي عمل لمخرج مغربي انا اتشرف يعني اني اقابلكم على شاشه السينما في المغرب اولا قبل اي مكان تاني في العالم. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في العشان يوتيوب وبارتاجيو الفيديو وديروا جيم وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.